السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلص والأيام الحلوة دايما بتجري بسرعة. أنا فاكر كأننا كنا مبارح، والله كأننا كنا مبارح وإحنا بنتكلم وبنقول كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم وأنتم، وعمالين بنتكلم وبنهني في أول يوم من أيام رمضان. سبحان الملك، سبحان من له الدوام. يعني فعلا الأيام عمالة بتجري. وصدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما قال إن يأتي زمان على الناس تكون فيه السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. فعلا الأيام عمالة بتجري بسرعة بطريقة غريبة جدا. والنهاردة يوم 28 رمضان، ليلة 29 رمضان، يدوب صلينا التراويح وجايين نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وراجعين نصلي التهجد وخلاص. يا عالم، لعل وعسى بكرة يبقى 29 رمضان ويبقى خلاص هو ده آخر يوم، ويمكن يكون فيه 30 رمضان. يعني الأيام فعلا عمالة بتجري بسرعة. الناس كانت بعتها بتسأل كتير جدا، بيقولوا هي ليلة القدر كانت ليلة ايه؟ ليلة 23 ولا 25 ولا 27 ولا ممكن تكون ليلة 29؟ عايز أقول لك ليلة القدر الحقيقية بجد، وصدقني وصدقيني، ليلة القدر الحقيقية يوم ما ربنا يرضى عنا، يوم ما ربنا يكرمنا ويرضى عنا ويتوب علينا ويكتبنا من عتقائه من النيران. هي دي ليلة القدر الحقيقية بجد. شوف سيدنا كعب بن مالك والحديث في البخاري ومسلم، لما تخلف عن غزوة تبوك ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه تبسم تبسم المغضب وأمر الصحابة أن هم يقطعوا لمدة 50 ليلة 50 يوم. تخيلوا حضراتكم، فلما نزلت توبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، في آخر الآية قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. النبي قال له كلمة حلوة أوي، أنا حقيقة لما عدت أتعايش معها لقيت فعلا هي دي ليلة القدر. قال له إيه؟ قال يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. مع أنه منذ ولدته أمه مر عليه فترات طويلة جدا، ثم أسلم كعب بن مالك ومرت عليه ليالي قدر كتيرة جدا، لكن النبي قال له هو ده أفضل يوم مر عليك في حياتك، يوم ما ربنا تاب عليك، يوم ما ربنا يكرمك، يوم ما ربنا يرضى عنك. فاللهم ارضى عنا يا رب وغنمنا ليلة القدر، لأنه لو رضي عنا هيغنمنا ليلة القدر، ولو رضى عنا هيعتق رقبنا من النار، ولو رضى عنا هينجينا من النار، ولو رضى عنا هيخفف حسابنا، ولو رضى عنا هيدخلنا الجنة بغير حساب، ولو رضى عنا هيدخلنا الجنة، ولو رضى عنا هيخلينا في صحبة النبي، ولو رضى عنا هيخلينا نتمتع بلذة النظر إلى وجهه في الجنة سبحانه وتعالى. عشان كده بقول اشغل نفسك بالله. يوم عرفة أفضل دعاء يوم عرفة، تخيل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده مش دعاء، ده اعتراف بالوحدانية والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال لك ما هو المولى عز وجل حينما ينشغل الإنسان بذكره والثناء عليه يعطيه أكثر مما يعطي من يدعو ويبتهل إليه. سبحان الملك، سبحان الملك، مع أن المولى عز وجل يحب من يدعو، يعني ادعوني أستجب لكم، لكن الإنسان الذي ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى والذي ينشغل بكلام الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل يعطيه أكثر من شغله القرآن عن مسألة أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، كما قال المولى عز وجل في الحديث القدسي. الليلة دي مش هتكلم عن سبب نزول معين، لكن هتكلم عن بعض الآيات اللي بتعلمنا حاجة جميلة قوي وخلق سامحوني قد يكون يعني نادرا في هذا الزمان، اللي هو خلق كيفية التعامل مع الوالدين حينما ندعو الوالدين. الأب ممكن ما يكونش مسلم، والأم كذلك، أو ممكن يكونوا مسلمين بس على معصية، ما هماش ملتزمين.
كيف ندعو الأب وكيف ندعو الأم؟ وقع في الشراك ده كتير جدا من شبابنا اللي الحمد لله ربنا أنعم عليه بنعمة الالتزام، بس ما كانش واخد باله من أسلوب الدعوة، فكان فاكر ان من الولاء والبراء ان هو يتبرأ من امه وابوه، ان هو يتعامل معهم معامله جافه جدا ان هم على معصيه، وانه ينقل لهم صوره بذيئه جدا جدا تخلي الناس تكره الدين. الكلام ده كله ملوش علاقه بالاسلام ولا له علاقه بالالتزام بالمره. تعال نشوف سيدنا ابراهيم عليه السلام والمولى عز وجل لما بيقصص علينا القصص ده في القرآن، وتلت القرآن قصص، خدوا بالكم تلت القرآن قصص، عشان ناخد عظة وعبرة من هذا القصص ونطبقه على أرض الواقع. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبوه آزر كان بيصنع الأصنام وكان بيعبد الأصنام مع الكفار، خدوا بالكم يعني مش فقط كان بيعبد الأصنام وبس، لا ده بيصنعها كمان وهم بيشتروها منه وبيقف معهم يعبد الأصنام، يعني بيعبد الأصنام وبيعين الناس على عبادة الأصنام. يعني رجل كافر من كل نواحي، وخد بالك كافر وبيعين على الكفر، ورغم ذلك سيدنا إبراهيم لما دعاه شوف ربنا بيقول إيه، بيقول واذكر في الكتاب، اذكر لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. سيدنا إبراهيم من أولي العزم الخمسة اللي هم صفوة خلق الله، اللي هو إن ربنا سبحانه وتعالى اختار خلق البشر ثم اصطفى من البشر الأنبياء، خد بالك شوف الاصطفاء ماشي إزاي، ثم اصطفى من الأنبياء المرسلين، لأن الرسول أفضل من النبي، خد بالك، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى من الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمم وعلى كل الأنبياء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يا سلام، شوف تواضع النبي عليه السلام. سيدنا إبراهيم ربنا بيقول عنه إيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. شوف بقى خد بالك، إذ قال لأبيه يا أبتي، يا سلام على قمة الأدب، يا سلام. الإمام القرطبي بيقول في تفسيره إيه، بيقول كلمة يا أبتي دي أرق وأعلى وأفضل وأجمل وأحسن وأجمل مراتب الأدب مع الأبوين أو مع الوالد، يا أبتي، مش عم الحاج، مش يا فلان، مش انت، وخد بالك في شباب بيتعاملوا مع ابائهم بطريقه، والله بعض الاباء بيشتكوا لي مر الشكوى، يقول لي تخيل يا ابني ابا جاي من بره شقيان وشايف المر، وداخل الاقي اولادي قاعدين، اللي قاعد على اللابتوب واللي قاعد على التلفزيون واللي قاعد على مشغول بالموبايل، ادخل رجلهم في وشي سلام عليكم اهلا وسهلا، حتى مفيش ادب، مفيش لو عايز اتكلم مع ابني مش فضيلك. وبعضهم بيتعامل مع الاب والام بطريقه ابشع مما تتخيل، الام تقول له عايزك في كلمه يقول لها اشتري دماغك، والله العظيم الكلام ده بيحصل يا جماعه، وحاجات. والنهارده والله العظيم سبحانك يا ربي، أشد زمن شفت فيه عقوق للوالدين هو الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، أكتر زمن جاتني فيه رسائل من أباء وأمهات بيبكوا الدماء بدل الدموع، هو الزمن اللي احنا فيه ده. أباء بيقول أنا طول الليل والنهار أنا بشتغل شغلانة واثنين وثلاثة علشان أجيب لهم اللي هم عايزينه، مانيش طالب منهم حاجة بس غير معاملة طيبة، أسلوب طيب، حتى يكلموني كويس، يبتسموا في وشي، يعني يعترفوا حتى بفضل، ما فيش خالص. سبحان الملك، لدرجة واحد بيقول لي، رجل غني بيقول لي حاجة غريبة قوي، بيقول لي تخيل بنتي الوحيدة لما أقول لها يا بنتي نفسي أشوفك، بنته متجوزة فبيقول لها نفسي أشوفك، تقول له والله العظيم يا جماعة باللفظ كده، تقول له أبجني تجدني، لو في فلوس هتداني هتلاقيني قدامك، فيش فلوس ما تلزمنيش. معقولة ممكن دي تكون معاملة بين أب وبنته، او ممكن تكون عامله معامله بين اب تخيل ان اب يعني سبحان الملك يعني قريبه بيحكي لي، بيقول لي رجل كان ربنا اكرمه وطلع من شركه كبيره جدا، ربنا اكرمه بمبلغ كبير جدا، جاب له ابنه ده شقه وابنه الثاني شقه وعربيه وعمل وداهم مبلغ عشان يبداوا حياتهم، وبعدين زوجته ماتت فابتدى يروح لابنه ده شويه، راجل وحيد في الدنيا، الاثنين يجمعوا على انهم يطردوه ويرموه في الشارع، راجل جاله جلطه مش مصدق، معقولة دول ولادي؟ دول اللي أنا عملت فيهم كل ده؟ شوف ربنا بيقول لنا دعوة الأب لو كان كافر مش مسلم، كافر ما يعرفش ربنا. شوف سيدنا إبراهيم بيقول له إيه، بيقول له يا أبتي
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ليه بتعبد الأصنام ديت؟ شو بقى؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما بيقولوش ده أنت جاهل، ده أنت متعرفش حاجة خالص، أنت تفهم إيه في الدنيا دي؟ ده أنا اللي متعلم، وأنا اللي معايا البكالوريوس ومعايا الماجستير ومعايا الدكتوراه، ده أنا العالم الجليل، ده أنا. ما يقولوش كده، مفيش حد محترم يقول لأبوه الكلام ده أبدا. بيقول له إني، شوف اللفظ الحلو، بيقول له يعني إيه، عارف إيه؟ عايز أقول لوالدي، عايز أقول لوالدي معلش يا والدي والله ربنا يبارك في حضرتك، أنا بس عندي معلومة في الحتة ديت، ممكن تكون حضرتك ما قرتهاش، طبعا أعلم مني في كل حاجة، بس ممكن تكون الحتة ديت حضرتك ما قرتهاش. شوف الأسلوب المهذب، سيدنا إبراهيم عمل كده مع رجل كافر، خد بالك، بيقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم، من العلم، ما قالوش جاءني كل العلم، أنا بقى ما فيش حد في الدنيا قد بقى في العلم. قال له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو أبو سيدنا إبراهيم كان بيعبد الشيطان؟ لا طبعا. أمال كان بيعبد إيه؟ كان بيعبد الأصنام. أمال ليه ربنا قال على لسان سيدنا إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ قال لك لأن الذي أمره بعبادة الأصنام فهو الشيطان، فإن كان الشيطان هو الذي أمره بعبادة الأصنام فعبادته للأصنام تعتبر عبادة للشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف. وشوف بقى قمة الرئة، قمة انتقاء الألفاظ المهذبة المحترمة جدا. ما قالوش أنا خايف عليك بقى لو فضلت على اللي أنت فيه ده إن شاء الله نار جهنم، إن شاء الله جهنم وبئس المصير. ما قالوش كده. قال له يا أبتي إني أخاف إيه؟ شوف اللفظ، أن يمسك، يمسك عذاب من الرحمن. وشوف ما قالوش عذاب من الجبار، عذاب من القهار، عذاب من المنتقم. شوف الفاظ، شوف الالفاظ، الله. عشان كده اهل الجنه يا رب يجمعنا واياكم في الجنه، ربنا قال عنهم حاجه عجيبه جدا، بيقول ايه؟ وهدوا الى الطيب من القول. وهدوا، ربنا هداهم الى الطيب من القول. في ناس في الدنيا بترزع وبتخبط حجاره، ما فيش حد في الجنه يعمل كده، الناس كلها كلامها بقى يبقى ما شاء الله، عارف حضرتك لؤلؤ منضود، يعني حاجات كده ايه، كلمات كلها عامله زي اللؤلؤ طالعه من فم الانسان. هو ده وهدوا الى الطيب من القول. فبيقول له يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عمرك شفت حد في الدنيا بيدعو بالادب والرقه دي؟ مفيش، مش ممكن. ورغم ذلك شوف ابوه بقى، ابوه كان عامل زي، كان صعب جدا. قال اراغب، شوف تحس سبحان الله، تحس بالقوه وتحس بالغلظه في الكلمات. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك. ارجمنك لفظ واضح، هضربك بالحجاره لحد ما تموت. لئن لم تنتهي، لو ما بطلتش تقول الكلام ده، لارجمنك واهجرني مليا، انا مش عايز اشوف وشك بعد النهارده. بالله عليك لو مكان سيدنا ابراهيم هتعمل ايه؟ انت عمال تقول له يا ابتي يا ابتي يا ابتي، في الاخر يقول لك انا هضربك بالحجاره لحد ما موتك ومش عايز اشوف خلقتك بعد النهارده. هتقول له طب يعني انا من الصبح عمال بكلمك بالذوق وبقول لك كلام حلو ومش عارف ايه وكل ده ومش عاجبك كمان، ان شاء الله مش، وتقول ايه، رازع كلمتين حلوين كده من اللي قلبك ما يحبهمش. لكن سيدنا ابراهيم ما عملش كده، قال له ايه؟ شو بعد الغلظه دي كلها، لارجمنك واهجرني مليا. بص رتم الاداء عامل ازاي. قال سلام عليك. الله الله على كلمة سلام عليك. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، إلى آخر الآيات. حاجة في الأدب مش ممكن، ده بقول لك لو كانوا كفار لازم تتعامل معهم بأدب. ربنا بيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الأب والأم كفار وانت مسلم، الأب والأم عصاة وانت ملتزم. بقول لك حتى لو كانوا كفار مش عصاة، في أمور الدنيا خدك ده مداس ليهم، عاملهم أحسن معاملة، أكلهم شربهم اسقيهم قضي حوائجهم، عاملهم أحسن معاملة، بوس إيديهم طبطب عليهم، لكن ما تسمعش كلامهم في حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. فيما سوى ذلك في أمور الدنيا الأم بتقول لك أنا عايزك تسافر دلوقتي حالا اسكندرية تجيب لي مش عارف إيه، حاجة مش موجودة غير في اسكندرية. على عيني يا ست الكل، خدامك. شوف قد إيه؟ أنا عايزك النهاردة تبطل صلاة. لا مش خدامك يا أمي، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض إزاي الإنسان يتأدب مع الأم والأب في أسلوب الدعوة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
يعرف المعنى وتدينا الحكاية، يعرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل كلمة سيدنا إبراهيم لأبيه لما قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. خدوا بالكم لا تتعارض هذه الكلمة مع قول المولى عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم، خد بالك من حاجة، الكلام ده كان عن سيدنا النبي عليه السلام وعن عمه أبي طالب لما النبي كان عايز يستغفر له، فربنا نزل هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لو كان أبوك أو أمك أو أي حد مدام مات على الكفر ما ينفعش تستغفر له. قال ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، لأن مدام هو لسه عايش فيبقى في أمل أنه يتوب، في أمل أنه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. طب يا ربي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن المؤمنين بيقولوا يا ربي طب ما سيدنا إبراهيم استغفر لأبي. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قال له سأستغفر لك ربي. خدوا بالكم من تكملة الآية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الله، يبقى إذن سيدنا إبراهيم المعنى ده يحتمل معنيين، إما أن سيدنا إبراهيم وعدوا أن يستغفر له لو انه راجع نفسه وامن بالله سبحانه وتعالى، فلما لم يؤمن لم يستغفر له، واما انه استغفر له فتره يسيره جدا فلما راه مصرا على الكفر تبرأ منه كما ورد في الايه ان ابراهيم لأواه حليم. شوف لما المولى عز وجل انزل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، كان أبو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري ومسلم، كلكم تعلموا أن النبي فضل يتابعه بالدعوة لحد آخر لحظة في حياته. كان حوالينه اثنين من الأصدقاء السوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فالاثنين يقولوا له أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبو طالب، فيقول لا هو على ملة عبد المطلب. لحد ما جه في الرمق الأخير قال له والله يا ابن أخي، بيقول للنبي عليه السلام لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك ومات كافرا. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يبقى إذن نخرج من الآيات اللي سمعناها كيف إن الإنسان يتأدب في الدعوة مع الأم والأب لو كانوا كفار، لو كانوا عصاة. الرفق واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف ربنا لما بيقول عن الوالدين، شوف بيقول لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده لو كانوا مؤمنين، ان احنا نقول وقل رب ارحمهما. طب لو كانوا كفار ندعي لهم بالهداية، طول ما هم عايشين ندعي لهم بالهداية وندعوهم بالاسلوب الحسن الجميل. واحنا في امريكا كان في شاب يهودي، قلت لكم الحكايه دي قبل كده، اسلم. فلما جه المركز الاسلامي فاحد المشايخ ساله انت كانت ديانتك ايه؟ قال له كنت يهودي. قال له طب والاسره؟ قال له والدي ووالدتي يهود ومتعصبين جدا جدا. قال له طب ما جابهم لنا على وعسى ربنا يشرح صدرهم يعني. قال له والدي مسافر ووالدتي هي اللي موجوده. قال له هتنى. جت ثاني يوم المراه اليهوديه لابسه شرب طويل قوي ولبسه فضفاض، فالشيخ بيسالها بيقول لها بيقول له هي اسلمت؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له ما جايه كده ليه؟ قال له هي بتقول انا استحي ان انا اقف بين ايدين شيخ مسلم وانا راسي عريانه. قلت سبحان الملك. فهذه المراه سالها الشيخ فبيقول لها انت زعلانه ان ابنك اسلم؟ وهي امراه يهوديه ومتعصبه جدا. قالت له بالعكس انا اسعد انسانه في الدنيا كلها ان ابني اسلم. قال لها ليه؟ قالت له ابني دوت قبل ما يسلم، وده ابني الوحيد، كان بيضربني ويشتمني وياخد فلوسي وعمره ما صرف عليا ولا قضى لي حوالي اي حاجه ولا راح لمشوار يخلصه لي ولا اي حاجه خالص، وكان بالنسبه لنا كان عذاب، عذاب الدنيا كلها في هذا الابن.
قالت ففجأة لقيته جاي من برا دموعه على خده ودخل يبوس راسي وإيدي يقول لها تحت أمرك يا أمي، أنا من النهاردة خدام تحت رجليك، اللي أنت تأمري بيه هشتغل واصرف عليك أنت ووالدي وتحت أمرك في اللي أنت عايزاه وأقضي كل مشاويرك وأنا خدامك من هنا. قالت له إيه اللي حصل؟ قال لها أسلمت. قالت له خليك على الدين الجميل ده، هو ده الدين اللي أنا عايزك تبقى عليه، إن المسلم بينقل صورة حلوة لأسرته، أو الإنسان لما بيلتزم بينقل الأحاسيس الجميلة اللي عاشها في ظل هذا الدين لأبوه وأمه عشان يلتزموا ويحبوا الدين. الواحد بيحزن من قلبه والله العظيم على الشكاوى اللي بتحصل من أباء وأمهات. أنا عمري تقريبا يعني قل 1% 2% 5% لما قابل أم وتقول لي الحمد لله ربنا رزقني بأولاد، ربنا يكرمهم ويبارك فيهم، بيبروني ويكرموني. انما دايما كل لما اكون ماشي في اي مكان الاقي واحده تقول لي ادعي لي، ادعي لي ولادي مبهدلني، ادعي لي ربنا يهديهم لي. اقول لها حاضر هدعي لك، وانت ادعي لهم، ما هو دعائك مستجاب، دعاء الوالد والدين مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز اقول للشباب والبنات، وعايز اقول لاخواني واولادي حاجه عجيبه جدا هتستغربوا لها. لما كانت ام عائشه الله يرحمها، انا كنت دائما والله العظيم كنت دائما ابوس ايديها ورجليها، وكنت اتحين كده، هي طول ما قاعده ما كانتش ترضى ان انا ابص رجليها، لكن كنت اتحين لما الاقيها تنام اروح ماسك رجليها بايسها. كانت احيانا تقوم تقول لي ليه يا ابني ما تركبنا الذنوب، والله يا امي ربنا يبارك فيكي، ده النبي عليه الصلاه بيقول الزم رجليها فثم الجنه. فبعد ما ماتت انا اتحرمت من بوس ايديها ورجليها. فتخيلوا انا عامل ايه، حاجه يمكن زوجتي نفسها واولادي ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده خالص. انا محتفظ بالحذاء اللي هي كانت بتلبسه، فمن آن لآخر أطلع الحذاء دوت وأبوسه وحطه تاني في مكانه. إحساسي بأن بوسي لحذاء أمي كأني ببوس رجل أمي، دي متعة كبيرة أوي أوي للي يشعر بالقيمة ديت. ده مش ذل على فكرة، ده مش ذل، لأن في بعض الشباب لما كنت أقول له قبل إيد أمك يقول لي لا أنا بتكسف، أنا ما زلش نفسي للدرجة دي، أوطى بوس إيدها ليه، هو إحنا عبيد؟ لا أنت مش عبيد، انتوا ناس مسلمين مهذبين ومحترمين وبتقدروا يعني ايه ام ويعني ايه اب. اكتر حاجه بتشرخ قلب الام والاب، الام والاب دول تعبوا كتير قوي قوي، خصوصا الام بالذات. الام بتتعب تعب انتوا لا تتخيلوه. الام في صغر الاولاد شبه ما بتشوفش النوم، ما بتنامش ابدا تقريبا، ولو نامت كده يعني حاجات كده لحظات بتختطفها كده ولازم تقوم، خصوصا لو عندها أولاد كتير ورا بعض. يعني طفل بيرضع، طفل تاني عنده سنة ونص ولا سنة، طفل تالت عنده سنتين، دي ما بتنامش خالص، ده بيصحيها وبعدين ده صحي وده مش عارف ايه، يعني عاملين عليها ورديات شنجي وكنجي وبرنج زي ما بيقولوا بتاعت الجيش يعني، واخد بال حضرتك. فالأم دي بتتعب كتير قوي، ولذلك ربنا قال ايه، رب ارحمهما كما ربياني، مش كبيرة لا صغيرة. تربيتك وانت صغير حاجة صعبة قوي. سيدنا عمر الخطاب واحد بيقول له يا أمير المؤمنين لقد بلغ بري بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري. يعني لما تستقضي حاجتها، كان زمان ما فيش حمامات في البيوت، فكان ياخدها على ظهره يشيلها مسافة بعيدة جدا، كيلو 2 كيلو في الصحراء، ويسيبها في مكان تقضي حاجتها، وبعد ما تقضي تروح منادياه، يروح ورايح شايلها تاني ومرجعها. تخيل ممكن يشيلها في اليوم ممكن كم مرة، 3 مرات على الأقل، ولو عندها تعب وبطنها مشي ولا حاجة ممكن 5 6 مرات. تخيل بقى بيشيل أمه بالمنظر ده. فقال له هل جازيتها؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنها كانت تفعل بك ذلك وأنت صغير وهي ترجو حياتك، وأنت تفعل بها هكذا وأنت ترجو موتها. بتقول إمتى نستريح؟ هي كده سبحان الملك. الأب والأم يستحملوا أبائهم وأولادهم العمر كله، لكن الابن ممكن ما يستحملش أبوه أسبوع واحد. أذكر قصة عجيبة جدا كانت أغرب ما يعني ما قرأت في حياتي. أب كان غني جدا وكان عنده 3 شباب أولاده، فجاب له كل واحد شقة وعربية وشركة ومشروع وظبط لهم حياتهم، وهو معاه فلوس برضه، معاه فلوس كتيرة جدا كمان أكتر من اللي ادهولهم 10 مرات. فبعدين زوجته ماتت، فبدأ يروح لأولاده، مش قادر يعيش لوحده، يروح عند ابنه ده يومين وده يومين وده يومين. زوجات الأولاد تضجروا، مع إن هي ممكن تاخد أجر كبير قوي في إن ده راجل كبير لما تكرمه، يمكن هي لما تكبر تتحوج إنها تقعد عند أولادها فمحدش يذلها.
فزوجات الشباب دولت قالت لي احنا يا هو لازم يطرد، فطردوه من البيت. بس طردوه ازاي؟ طردوه بطريقه غريبه جدا. الاولاد اتفقوا وحطوا له مخدر في الشاي، شرب الشاي نام، شالوه حطوه في عربيه ودوه دار مسنين. ايه ماله عامل كده ليه؟ قالوا لا ده واخد بس دواء، والدواء ده بيخليه ينام شويه، فربنا يبارك فيكم، وادي مبلغ كذا وخلوه في الدار هنوات وكده، واي حاجه احنا تحت امركم، الفلوس انتوا عايزينها وكذا وهكذا. فمكلمين واحد من الموظفين قالوا له بالله عليك لو الوالد مات بلغنا باي تلفون من التلفونات الثلاثه دولت، وليك مكافاه لا تتخيلها 10,000 20,000 اللي انت عايزه، بس بلغنا انه مات. الراجل عيني بعد ما فاق من المخدر بص لقى نفسه في دار مسنين، فبيقول انا فين؟ قال له في دار مسنين. قال دار مسنين وايه اللي جايبني هنا؟ فقالوا له ما نعرفش، دول ثلاث شباب ومواصفاتهم كذا كذا كذا. فقال دول اولادي. بكى بكاء لا يخطر على قلب بشر. الرجل بكى وبقى يقول انا اللي عملت فيهم ده كله، وانا اللي اكرمتهم، ودول اللي انا ربيتهم، ودول ودول. الرجل حصل له حصره في قلبه، فما كان منه الا انه طلب المدير العام وقال له لو سمحت تجيب لي محامي ضروري جدا علشان عايز اتنازل عن كل ثرواتي، ملايين ممليانه هتنازل عنها لدار المسنين. وكتب وخلص وعمل كل حاجه في الشهر العقاري وتنازل عن كل ممتلكاته لدار المسنين. الراجل ده ما قعدش غير 48 ساعه ومات. فلما مات الموظف طلب ابن من اولاده قال له تعالى والدك مات، فرح وفرحان جدا وراح هناك وراح يديله فلوس. قال له متشكر انا مش عايز حاجه، والدك كتب كل ميراثه كل فلوسه لدار المسنين. ازاي ومش ازاي واتجننوا وكانوا خلاص ومش عارف ايه، وهو اتجنن ولا ما اتجننش؟ وقعدوا بقى قال له خلاص الاوراق كلها اتعملت وادي الاثباتات وحضرتك الفلوس كلها اتكتبت لدار المسنين. خد والدك عشان تدفنوه. قالوا انتوا ارموه في اي حته. مرضوش حتى ياخد ابوهم، مرضوش ياخد ابوهم عشان يدفنوه. انا عايز اقول يا ويله ويا ويله ويا ويله ألف مره اللي هيعقوا امه وابوه، ويا سعد وهنا اللي هيكرم امه وابوه. وهي دي ليله القدر، ان امك ترفع ايديها وتقول ربنا يكرمك يا ابني. انا كانت ليله القدر بالنسبه لي يوم ما امي كانت بتصلي كل يوم قيام الليل وترفع ايدها كده ساعه كامله، والله ما انسى ساعه كامله تدعي لي وتكرر الدعاء ليا، ربنا يا ابني حبب فيك خلقه واجعلها في ايدك فكه، يكفيك فيك شر حاكم ظالم. وربنا كرمني بالثلاث دعوات، بحب المسلمين والمسلمين بيحبوني الحمد لله، وربنا ما حوجنيش لإنسان في عمري، مع إن الحمد لله عمري ما تعرضت لأي حد الحمد لله، لا بالسؤال ولا بأي حاجة الحمد لله رب العالمين. وربنا كفانا شر كل ظالم، مع إني اتبهدلنا و لكن في النهاية الحمد لله ربنا ما مكنش منا ظالم وكملنا بدعوتنا الحمد لله. دي آخر حلقة لنا الحقيقة في رمضان، لأن بكرة أجازة، ويوم السبت لو التقينا، لو ما كانش السبت عيد فهنلتقي في حلقة عن العيد إن شاء الله. لكن دي كانت آخر حلقة من آية وحكاية. ربنا يا رب يجمعنا على الخير دايما، وربنا يفرج هم كل المسلمين في مصر وخارج مصر، وربنا يا رب يأمننا في أوطاننا ويبارك يا رب في بلدنا الجميلة، وربنا ينجي ويحقن دماء إخواننا وأحبابنا وأهلنا اللي قلوبنا بتتوجع عشانهم كل يوم، أهلنا في سوريا يا رب اجعلها ليلة بركة عليهم يا رب، ونجيهم يا رب ويحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم وانصرهم على المجرم اللي اسمه بشار وأعوانه يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عيدوا على أبائكم وأمهاتكم وبوسوا إيديهم ورجليهم، وربنا يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المستبين